اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد، فضلا وليس أمرا. اعتداء على الشاب في مقتبل العمر يؤدي إلى وفاته. حسب شهود عيان أن الشاب شهد في حدود الساعة 6 صباحا وهو يمارس الرياضة قبل العثور عليه جثة هامدة، وعند معاينته تبين أنه تم الاعتداء عليه بأداة حادة من طرف أشخاص مجهولين، وحضرت مصالح الأمن المختصة وتم نقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي بمدينة المهدية بتونس لتحديد أسباب الوفاة في انتظار نتيجة الطب الشرعي والتحقيقات. رحمه الله وألهم والديه الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.